انتم عارفين الاكراد في الفريق 4 سنوات وهو يعاني، فظن بانه هذا تحصيل حاصل، لانه لا سيتياسيون اللي تنعيشوا فيها حاليا لا 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 تصر ولا لا ما تصر حتى شي واحد اللي تيغير على نادي الكوب مراكشي. فالنتائج اللي محصلين عليها مع الاسف تجعل الفريق انه يفقد ديك الهيبه ديالو ويفقد ديك القوه ديالو. فظن بانه لو شوا اللي عندنا دابا هو اننا ندوا بيسي لي بغا وندوا ترافاي بلوس ونثقوا في الامكانيات نتاعنا ونعطيو اللاعبين واحد الشحنه ايجابيه باش يمكن لهم يديروا ان افور بلوس ويجتهدوا اكثر ويحاولوا ما امكن. لاحظتوا اليوم راه حتى باغفوا حتى لا شونس ما تكونش معاك، لانه لاحظتوا الاصابه اللي سجل فريق الرجاء البيضاوي مع نتاع تناناح، جو بو لوي دوني هذيك لوكازيون 5 و 10 فوا دو تيغ هذاك البالون ما يدخلش للبوطو، ولكن افيك لا شونس دي شامبيون ولا كونفيونس كي سانستال في لو جروب كلشي تيمشي معاك، ولكن باغفوا ميم افيك ليفيكاسي لا كونسونتراسيون البالون ما يمشيش لهذاك الخط. دونك انا با لو شوا نتمنوا للرجاء فحد موفق لانه يستاهل اللقب اللي حرز عليه هذه السنه، ونتمنوا له مسيره موفقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.